محمد مريم موجود معنا. كان معايا خبر ان هو في مشكله في كل حاجه والله متفق مع محمد مريم فيها. بس محمد مريم هيبتدي من بدايه الموسم حاجته من بدايه الموسم. انا قلت انا قابلته شخصيا اول امبارح وقال لي انا ما مضيتش في الزمالك بس حمدي اي وقت يعني وقت ما ينادوه عليا حمدي. محمد مريم مسلم العود على بياض هو اللي مضى على بياض. الناس موقف لمحمد مريم ده انا شاله له مش مرتضى شاله له. مضى العود على بياض وجي معايا وقابلنا مش مرتضى عند حمام السباحه وسلموا العود على بياض. اريح الناس موضوع محمد مريم. اقسم بالله حصل. قال لي الولد بصراحه انا قلت على الهوا دلوقتي والله. انت قلت ما موضاش محمد ابراهيم مضى على قال لي لسه ما مضيتش بس اروح امضي اي وقت. هو لا هو مضى عود على بياض في وجود احمد مرتضى وفي وجودي وشريف منير ومصطفى سيف وبعد موجوده معاه اول لما خلصنا عقده وراح سلمه شريف مرتضى ده عقدي على بياض اهو شوف حقيقة المناسب ليا ايه ومصلحتي انا جاي نادي الزمالك عشان انا بحبه وعايز اقعد في نادي الزمالك. كلام محترم. سولد كويس سولد محترم لا مؤدب جدا الراجل سنه صغير وزملكاوي هو مش متعود على الغربه. احنا هقول لك محمد ابراهيم برضو تنازلنا له في اوضه في قعده الاحتراف بتاعه. يعني محمد ابراهيم لو كان مستمر هناك برضه لغايه دلوقتي لسه اول قسط كان اول خمسه. طبعا انتوا ضحيتوا برضه عشان ضحينا معاه عشان برضه نحاول ويحترف زي واحد كان زي محمد صلاح. هو زي ما قال هو فين مش موجود يعني ما يعني ما مش لا مش لامسه مش لامسه شيكابالا يعني لو لامسينه ونقدر نتفاهم معاه. طب هو عمل ايه يا كابتن اختفى كده خلاص؟ مش عارف والله ما فيش حتى في ناس اصحابه في مجلس الاداره بيحاولوا يوصلوه ما وصلوش حتى على المستوى الشخصي مش انه يجي الزمالك او حاجه يعني. مش ينصحوه بحاجه يكلموه في حاجه مش موجود يعني معقوله كابتن قفل كده خلاص؟ لا